نروح لمنتخب مصر. منتخب مصر مقبل طبعا على أمم إفريقيا اللي حضرتك يا ما كسبتها يعني مرتين مع منتخب مصر وفي الجيل التاريخي يعني. أولا إيه تقييمك لمنتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا؟ شايف في تطور مع عن الفترات اللي قبل كده، مش هقول بشكل كبير قوي بس في تطور عن الفترات اللي قبل كده في شكل الفرقة، في الأداء، في الروح اللي مختلفة مع الراجل. يمكن الفترات اللي قبل فيتوريا كنا ممكن تكون بتكسب ماتشات وفي التصفيات وفي الحاجات دي كلها، لكن شكل الأداء بالمجمل مش أحسن حاجة. وفي بعض الماتشات برضه مع الراجل مع فيتوريا أنت مش أحسن حاجة، بس أنت بتتكلم على الأداء بيتحسن وعندك نتائج كبيرة. يعني نتائجك مع الراجل كبيرة جدا يعني الصراحة، في الماتشات اللي هو لعبها كلها محقق نتائج كبيرة، وحتى اتحط في مواقف الصراحة. ما اتحط في موقف ماتش بلجيكا دوت أنا كنت حاسس إن هننهار، هتبقى بعيد. وكان في قبلها تجربة مع كابتن إيهاب جلاوي قدام كوريا الجنوبية خسرنا بسكور. فانت قلت هتبقى بعيد، لكن الحقيقة شفت الشغل في الملعب وشفت الأداء وشفت اللعيبة، هو عامل حالة كويسة بينه وبين اللعيبة طبعا، حاجة كويسة. وشايف ان المنتخب في تطور يعني الفترة ديت، والمنتخب يقدر في كأس الأمم يحقق طبعا، يبقى موجود على الأقل يوصل لبعيد قوي في البطولة، ويقدر ياخد البطولة ما فيش مشكلة. فشايف انا يعني المنتخب مصر قادر على الفوز بأمم افريقيا بالمجموعة الحالية يعني. قادر خلي بالك طبعا. ان احنا في الدفاع عندنا حجازي لسه راجع والونش غايب، فهي دي اكبر مشكلة اعتقد بتواجه المنتخب. هي ديت النقطة اللي بس حجازي خلاص شارك بشكل أساسي، أعتقد إن هو هيبقى موجود بعد كأس العالم للأندية في التجمع اللي جاي، هيبقى موجود في المنتخب. وإحنا النهاردة بتتكلم في الونش برضه نازل تدريبات جماعية، يا رب يلحق، مش عارف هيلحق ولا لا. في كمان يعني أنا بوجهة نظر يعني من اللعيبة اللي تستحق يبقى موجود أسامة جلال، يستحق يبقى موجود في منتخب مصر بشكل كبير جدا، وبيشارك الفترة اللي فاتت مع بيراميدز وماشي بشكل كويس قوي كمان. يعني شاف اللي هو لازم يبقى موجود وياخد فرصة، هو لعيب كمان دولي من يعني بيشتغل في الأعمار السنية الصغيرة وبيشتغل في مع المنتخب الأولمبي. في لاعبين تانيين شايف ان هم يستحقوا ينضموا للمنتخب ما كانوش بينضموا الفترة الأخيرة سواء في الدفاع او في غيره؟ وانا شايف ان في نص الملعب محتاج حد يبقى موجود، وشايف ان واحدة واحدة دونجا بدأ يرجع ياخد، هو لعيب دولي في الأساس كمان. وانت عندك نقص كمان بعد اعتزال طارق دوليا، خسارة كبيرة طبعا لمنتخب مصر في البطولة على الأقل يعني اللي جاية ديت، محتاج حد في المكان دوت. وأقول إن ممكن يكون دونجا بعد الخمس ست ماتشات اللي فاتوا اشتغل بشكل كويس، ماشي بشكل كويس، ممكن يبقى موجود، يقدر يبقى موجود في المنتخب يعني.